وين الثاني؟ اطلع طعم قدامك؟ لا لا كفو واحد فوقي شو واحد لك الله يلعن فنشني يسعد ابوك تعال ابوك تعال 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 ابوك العد العد حط ايدك يابا حط ايدك حط ايدك شد ايدك لسه ضل فنشهم يابا اطلع من بين الحشيش اطلع يا حشيش يا حشيش يا حشيش اطلع كبد يموتوا على الحشيش هذول انا تغبيت احمد قناوي حبيبي حيدر يا دبل اوب لا بربك ضايل أوه. ضايل سكوات كامل عبود طيب. كيف بدها كيف بدها تزبط معك دبل اوم حط ايدك تستعيش اذا تتذكر كل شيء لك لا دبل اوم اخر سكواد والله لهلكم يا زلم كل دقيقه بدك ترمي الاوم ايه بعدين ما خالف ترمي هاي القطعه انا بس احمد طه يا عمري ما قصرت واليافع الجنوبي شباب ما قصرتوا متابعين احلى متابعين فديتكم شباب معنا 6493 مش عاملين متابعه بعثت لكم رساله عشان تتابعونا متشوق الخسرانين قلها اه بتروح عليهم المهايطه يا عبود اه اه والله احسن لهم ريحوا روسهم احسن بس انت بس فاهمني شو بدك تساوي بالدبل او بدي احرق السيرفر بدي اوقع السيرفر توقع اسمع هذا اخر سكواد ضايل اذا بتجيبه بالدبل اوم مشروع مقطع صراحه لا لا شو اسمه بتطلعني برا بتطششني تشيشني تشيشني طيب اوكي احكيها بتشيشني 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 اذا من السيارة بدأ اروح نغير زيت اوكي بس انت بدك تغيير يابا للأمانة حط ايدك يابا يا لقطني على اخر لحظة بالنسبة يلا لو هيو قدامك قدامك يا بيض حرام جنون يا عبود تبش بالأوم يا عبود Thank you.
Yamma. واحد مات ريد زون ملك الدبل اوم جهاد حبيبي طيب واحد اخر واحد عبود ايزي حاسس هاي تمشي بحس بقول في اشي بيمشي برقبت لك ايبلا اخر الايبلا يا اخوان لقطة نار لك نار وشرار واش كل اشي لا تقول لي اخر واحد اخر واحد اللي يبعها شبوت اسوينا نلاقيه انت تقول ما هو تركي اكيد يعني يا رب يطلع هسه وظني امز عليه اخوان ما المشكله واحد يعني لو انهم اثنين بتمز اما واحد خلص يعني على الدخان لا والله انا مز يما اللقطه نار وربي اللقطه نار فنان ملك سنايبر حبيبي كرار شباب منورين فهديتكم تحيه لكم كلكم قديش معانا معنا 24,000 أسطورة يخوان راح تجيب نوس كوب والله نوس كوب راح أجيبه ذكرتني بهالواحد بس قلت نوس كوب لك تحياتنا لإله والله نوس كوب نوس كوب لايك 12 رايك أمني كلبه بحبه بحبه والله عواصنا تحياتنا لا الزبالة وقعت بشرفي والله بود نعم. اخر واحد ما يبعرهاش اخر واحد ما يبعر يا اخوان كلياتنا بنتفق انه جيم حلو بس اخر واحد ما يبعرهاش اخوان اعملوا لنا لايك وشير وزن بسكول يا سلام والله والله جيم حلو بالله عليكم تشيروا يا اخوان قول له صاحبك يجي شوف اخر واحد كيف نهايته راح تكون تحدي انه ما تجيبه بطلقة واحدة عبود شو تحدي ما تجيب بطلقة يعني تدمجه بعدين ت ولا شيل التريبل اوم يا اخي بالله عليك تطلع ايه شو البس هاي هاي انا بدي اياها بالعمدل راح اكمبر ليه زي الاتراك راح تصير يا طلع بس الاوم نهدي مبين يخرب بيته نو سكوب وينك وينك نو سكوب نو سكوب لا يا ربي لا يا ربي نو سكوب خافش هاي بكرة راح نلاقيها على التيك توك يلا عندي بشرفك تطلع لا يا ربي اطلع ولك اطلع ولك بكفي يا اخوان ملك الاوب احرجتوني والله اخر واحد شو بدي يطلع يا اخوان لا يا ربي ابو جاسم يخرب بيتكم كأنه كندرة كأنه سترايك نسكوب لا يا ربي امجد يا ربي حبيبنا طبعا تحياتنا له اخوان بنحبه نحكي من باب المحبه من باب المحبه يعني ولك اطلع فوق يا حريمي ودلاله على انه بنحبه يعني انه حافظين مقاطعه يعني هذا دلاله على انه بنحبه ومنتابعه انجد يا ربي انجد خلاص جربك خلاص هذا امجد هكر هذا امجد ابو الدبي لا يا رب بعرفش انه امجد نوب امجد روك ازم صوتي هيا هيا هيا
لا ما تجيبش ترك ماسكوب عفوا لا هيك تجيبه لا هيك تجي ايوه والله كان دمار اخوان يا الهي يا عبود والله انك محترم شوف لك بحزن والله عبود استنى عبود رح امز عليه بس رح اسوي تحالف لا لا مش تمز عليه لا بحزن لا والله انت بحزن والله العظيم بحزن لا يا عبود لا تروح بالله عليك هذا بذكرني بحالي بالله عليك يا عبود لا تقتله حلفتك بالله عطيني الجيم شرفك عطيني الجيم يا عبود بمون عليك بالله عليك بقول لك بالله عليك اعطيه الجيم عبود والله ما بطي كلا عن شكلك يا اخوان هذا اللاعب بذكرني بحالي بالله عليك عبود بالله عليك عبود شيرات يا وليد عبود بالله عليك تعطيه الجيم بجوز يطلع عربي اسمع بجوز يطلع عربي لا دمشته خلص لا خليها هي لا 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 خليها هي الحرام بالله عليك ذكرني بحالي بالله عليك يا عبود لا بشرفك لا يا رب يقتلك صوت بالله عليك اعطيه الجيم عبود بيموت هيك صوت ها عبود حرام دمشالي اولي دمشالي بالله عليك اعطيه الجيم عبود طب اسمع التحدي انك ترمي كل الطلق وتجيبه بطلقه واحده ابوك حنون نيالك عليه بطه فنان ملك كرار يا عمري شباب بالله عليكم ما بيذكركم بامجد والله لمز معاه لاخر حد بهالزلك روحه طويلة يلا اكيد مش عربي امجد اكيد هو مش عربي لا مش عربي هاي مش بطحة عربي صار تحتية بالعمارة الحمد شرفي. لله يا رب اجيبك يا رب اجيبك يا رب اجيبك يا رب لا يا زلمة بجوز يموت هي وينه؟ صرخة البومة وين راح؟ هيا والله راح يجيبك يا عمو هيا
ولك راح يبلعوا يا اخوان. تذكروا كلامي، انا عبود بعرفه بس هايط كثير ببلع. يا اخي ما انت تركت هيا هيا. والله بجيب عليك لقطة توم، والله بقدر تستخفش فيي. هيا هيا بالنص دهبلو. يا رب لا يا ربي راح يجيب عبود يا اخوان. خلص عبود حرام عليك. لا ايه ما راح تزبط. اصبر عبود خلص حرام يا زلمة، خلص يا زلمة بالله عليك اعطيه الجيم خلص. ايوه لا جربك. عبود لابس خوذة ثلاث. يعني طلقة واحدة ما بتجيبه. ما هذه المزرطة. لا يا رب. يا زلمة امجد ذكرت حالي. يلا عم ليش نطيت؟ خلص يا زلمة حرام عليك عليت كلبه. واحدة كريسبا. لا بلاش يموت. لا بشرفك. لا لا